مرحبا بالرياضيين، مرحبا بالجميع. نوردي القصري يحييكم من بروكسل. نتمنوا الجمعه مباركه للجميع، نتمنوا هذه العواشر والايام ديال اللي كتفصلنا قليل على رمضان تقول على كل واحد الصحه والعافيه والتوبه والمغفره. كنرحبوا بالاطار الوطني ولاعب سابق البطوله المغربيه واتحاد طنجه المعروف دابا الان كلشي ولا كيعرفوا سي نور الدين الصويلح، مرحبا بك. شكرا سي نور الدين، شكرا على الدعوه وتحيه كبيره للمتتبعين راديو فولتير، ونتمنى نكونوا ماشي ثقالين على متتبعين هذه الامسيه. اولا كنا عطينا خلاصه على منتخب مغربي في كاس افريقيا اللي تفاجئنا. احنا نبداو من الاخر حيت اللي تكلمنا عليه، من الاخر هي جنوب افريقيا. قلنا تفاجئنا بالتشكيله والطريقه ديال اللعب، هادو حوايج اللي تفاجئنا بهم اللي خلتنا نتقصى وعطينا واحد قيمه كبيره لجنوب افريقيا اللي ما كتسهلش ديك القيمه كامله. احنا عندنا لاعبين في مستوى كبير وعالمي خصنا نبينوا الكره ديالنا، ولكن بحال اللي قلنا كان الاطار الوطني منتخب مغربي ما تفوقش هذه المره يحط واحد التشكيله مناسبه اللي كانوا كيشوفوها جميع المغاربه، ما كانتش في مستوى. وحنا قلنا علاش اللاعبين اللي كان خصهم يلعبوا ما لعبوش، كثير من اللاعبين ما كان خصهم يكونوا لاعبين ما لعبوش، اللي قلنا يحيى عطية الله ويونس عبد الحميد ولا أمير مرة أخرى كان دخل وعطى واحد السينيال بوزيتيف، وكنا كنتمنوا نشوفوه مازال حيت الولد صحيح وطويل وعطى ديك الدقائق القلال اللي لعب بيه بان كاين لا بريزونس، كاين بزاف الحوايج كان يعطي المنتخب اللي ما لي املح ما كانش في مستوى. ومزراوي ما كانش. نعم نعم، انا بغيت نقول لك واش يعني اللعبه اللي خداهم اصلا كانوا مضروبين وهما اللي ما كانوش في المستوى ديال الكار. انا قلت امين الله كان معطوب بعد رجع من الاصابه، بوفال كان معطوب بعد رجع من الاصابه، المزراوي كان معطوب بعد رجع من الاصابه، حكيم زياد حتى هو كذلك. هادو اللعبه كاملين ما كانوش اون فور، وكذلك سايس خمسه اللعبه خداهم مضروبين ولعبوا، لكن واحد نتفق معاه، جوج نتفق معاه، ولكن خمسه بزاف اخي نور الدين، المغاربه طلعوهم بزاف فعلا، خصوصا في اجواء افريقيه اللي كتعتمد على 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 القوه البدنيه، يعني رقم واحد. وحنا كنعاني هذا المشكل ديال كونتاكت فيزيك، يعني مشينا باللاعبين ماشي اون فورم بحال السايس املاح بحال جياس بوفال مزراوي ولائحه بحال اللي قالوا طويله، كن لائحة طويلة وحنا بحال لافريق طويلة. يعني كنا نتفاداو هادشي، وحنا قلنا كما اللاعبين والطاقم التقني عمل واحد مونديال خطر في مستوى وصفقنا له وكبرنا به، فعلا كان خطأ إدارة تقنية اللي ما شاهدوش بأن هذا الشيء في الساعه اللي ما كتوفقش والنتيجه ما كانت هي هذيك، ولا شفتي الفريق الخاص فاجئك ولا شي حاجه، يعني كيبقى الدور ديال الطاقم التقني. حنا كمتفرجين كنتفرجوا، حنا ما كنقولوش تفاجئنا، حنا شفنا. اللي ما كيتفاجئش هو المدرب الطاقم التقني، حيت كيكون عمل واحد العمل طويل وشاف اناليز فيديو وشاف الفارق الخاص وشاف اللعابه ديالو، هو الطاقم التقني كي كيحط
واحد طريقه اللاعب كيحطها هو. حنا ما شفناش هذا الشيء هذا، واللاعبين اللي مشاو ما مشاوش في اللياقه البدنيه ديالهم 100%. علاش؟ هذا السبب اللي وحنا عندنا اللاعبين، عندنا اللاعب اللي كانوا واجدين يلعبوا، اللي عارفين كره افريقيه، كانوا كن وصف في مقابله الثالثه دخلنا يحيى، دخل السيباري ودخلوا هادو بدلوا، ويونس عبد الحميد، يعني دخلوا هاد الثلاثه الدراري ولا اربعه وتبدلت الفرقه. فينا كنلعبوا في اليمين وفي الشمال، والحركه كدور، الكره كدور بحال اللي كنقولوا باللغه الكره كدور. والمغرب لعب مزيان، ولكن مقابله ديال جنوب افريقيا كي كنشوفها فحال ديك المباراه على الرجوع، الحوايج اللي كيعملوا بعض المدرب كيختفى. بحال بعض المرات غوارديولا كيعمل في مباراه مهمين في نار، ولا هذا كيتفلسف وكيخرج على راسه. غوارديولا هذا اللي بقى سنين 2016 حتى 2023 عاد رباح، وكل في نار ولا كل مباراه مهمه كيخسر. وما نساوش تعبوته عاود مدرب في المستوى الكبير، راه في كاس العرب مع الجزائر عاود حتى هو عمل اخطاء. وما عرفتي انا علاش المدرب ما كيمشيش يوعد الناس ويفكر يتنبأ ان اي مقابله ما جا ما يتفاجئش. انا نقدر نتفاجئ، انا كنتفرج في الدار نقدر نتفاجئ، ولكن الطاقم التقني ما خصوش يتفاجئ، خصو يكون عارف المباراه كيفاش غتبدا وكيفاش غتسالى. هو كيحط اللوازم ديال المباراه، ها كيفاش غنبداها وكيفاش نساليها، ماشي تفاجئ تقول لي لا تفاجئ شفتهم هما. لا انا نتفاجئ، انا كنتفرج في التلفزيون نتفاجئ، ما عارفش شنو كيدور داخل. ولكن الطاقم التقني اخطاء اللي تعملوا كبيره. علاش؟ كان موراهم واحد الشعب مغربي كبير كينتظر النتيجه، خصوصا النتيجه اللي ما كانتش، وكانوا اخطاء كنا نتفاداو، كنا بامكان ديالنا نتفاداو ديك الاخطاء. ولا بطريقه اللاعب، عطيناهم كره ورجعنا اللور، وعطيناهم ثقه وعطينا قيمه، وحنا اللي خصنا يكون عندنا القيمه نهجموا، وحنايا عندنا الكاليتي باش نهجموا. حنا كندافعوا عطيناهم قيمه، عملوا الثقه في نفسه، وكره عاود مع مرات ما بغاتناش. بحال اللي قلت لك، وذا كانت دخلت كره ديال حكيمي كنا نغلبوا ومفاجئ. اما بصفه عامه هذا الشيء كيوقع في كره القدم، دار اخطاء فعلا، كما ضربنا عليه بارما وصفقنا عليه في المونديال، دابا ما مشاش، يعني كان ديك الشيء كان يقدر يتفادى، كان يقدر يتفادى ديك الاخطاء. دابا واحد الحاجه خصو يجول العاطفه، كانت العاطفه زايده بزاف حيت اللاعب اللي شحال ما لعبو ويجيو يلعبو رسمي، راه تما العاطفه وكتقلل من اللاعب ديالك. انا شفت يحيى في الاحتياط منيرفي، يعني معصب، وكان لولا كنلعب كان يعطي اختار، ماشي يا خور حسين ولا انا، كنهضروا على معنويه النفسيه، كان جاهز 1000%. يحيى كان جاهز. والغلط يا خور اللي خصنا نتكلموا عليه هو اخطاء ديال اداره التقنيه. عندك زياد مقصح وبوفال مقصح، وكتلعبوا في المباراه الثالثه اللي انت باربع نقط مأهل 100%، وكتلعبوا وكتأهل وكتضيع معك جوج اللاعبين، هذا هادشي غراف، يعني ما خصوش على الاقل يا خور كيكون لاعب ماشي في 100%، كتحطو في الاحتياط في حالة احتاجتي اللاعب كتدخلو، في حالة الامور بصات بيرفكت مزيان ما كندخلوش، كنخلي المباراه اللي مازال.
ولكن الاخطاء اللي تعملوا عليها احنا كنهضروا كيبقى فينا الحال علاش كنا نيفيتيو هاد المشاكل هادو ونيفيتيو هاد الاخطاء اللي وقعوا للطاقم التقني بحال قلت لك كما كنا كنصفقوا عليهم عملوا الحوايج ماشي مزيانين لابد عادي كريتيكي وعادي عادي اي واحد كيعطي الراي ديالو ولكن دابا كاين استحقاقات مزيان مستقبلا خص يجوا ديك العاطفه وفحال اللي كيقولوا وكل اللي واجد عيلعب هادشي هذا ما شفناش اللي واجد لاعب شفنا بعض اللاعبين غير مواجدين ولاعبين وهذا كيمثل نعم واش كتشوف بان دابا الوالد الكاكي عيبدل اللعابه وعيكونوا لاعبين جداد هي لابد من التغيير حيت ربما جينا مونديال كان كاس افريقيا كخصو التبديل وشويه اللاعبين يكونوا واحد جوج ولا ثلاثه يكونوا غريسيف وصنف كره افريقيه دابا هو خصو يبدل ضروري من التبديل باش يعطي واحد معنويه للاعبين ولكن اللي كيستاهل ما نشوفش فين كيلعب واش في المغرب ولا في خليج ولا في افريقيا ولا في اوروبا اللي واجد هو اللي خصو يدخل وشفت التقييم ديالو ديال الكان ديال 2023 راه خاص يوجدوا باش يحطوا راه خصو يفكر مع الطاقم التقني ديالو هذيك الشيء ما كيدوش في نهار ولا في يومين عادي هو تقييم يكون في مستوى يكون تقييم في مستوى حيت الاستحقاقات اللي مازالين مستقبلا مهمه اللي باغي الاستحقاقات عندنا تحيات كاس العالم وكاس افريقيا بالمغرب وانا كنظن هاد كاس افريقيا بالمغرب هي اخر نقطه اذا ربحنا هاد كاس افريقيا غنقولوا كاين عندنا شي حاجه اذا ما ربحناش هاد كاس افريقيا في دارنا البلاد ديالنا 2025 كتبغي تقول خصنا نبدلوا شي حويجات اللي حنا ماشي قادين نلعبوا في افريقيا حيت مستوى افريقيا تحسن بزاف كثير خصوصا بنية جسمانية قوية حنايا كنعانيو كرة إفريقية والغريب في الأمر هو أن حنا باش نمشيو للعالمية خصنا نجوزو من إفريقيا ضروري لا رام مونديال ولا الألعاب الأولمبية خصنا نجوزو ضروري من إفريقيا خصنا أنا كنشوف هادو لا مغوت أنا خصنا نشوفو الكرة بطولة مغربية شويه حنا كنقولوا احترافيه ما فيهاش احتراف غير كلمه احترافيه خصنا نشوفوا اللاعبين بحال الرجاء الوداد كانت كتعطي لنا اللاعبين في مستوى عالمي دابا تنقص ديك الشيء هذا خصنا نشوفوا بطوله نصلحوها وهذيك البطوله اذا صلحنا غادي نكونوا منتخب يكون خليط منتخب البطوله المغربيه مع لاعبين اللي كانوا في اوروبا يكون واحد الخليط وعيتي واحد قوة كبيرة منتخب المغرب أما بعد اللاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا وكيجيو يلعبوا في إفريقيا الوسطى وإفريقيا الصحراء راه مناخ والطاقس وبزاف العوامل راه ما عيطيو شي 100% والنتيجة بانت النصيري طلع مشى رئيس سيبيا ماركا أمين هذاك الولد ديال أمين عدلي ماركا يعني كنشوفوا بان التحول عندنا مشكل حنا في افريقيا عندنا مشكل في افريقيا ولهذا خص البطوله المغربيه تزيد قوة وتزيد تحسن ويكون واحد المتابعه ديال لاعب مغربي عدم التكوين كنشوفوا لا فورماسيون اللي كيخدها اللاعب في المغرب ناقصة وأنا كنقول دائما لاعب مغربي يقدر يعمل لك واحد الخطأ ونخسره مباراة
بايس غير التمركز ديالو ولا عدم فورماسيون اللي عملها ناقصه يقدر يعمل لك خطا واحد وكان باين في المونديال اللاعب نهار فرنسا داري وقيله كنظن الاصابه الاولى كان خصو يبقى مور اللاعب وتقدم ريسكيا ومشى وهذيك مازال لا فورماسيون يعني موك دو فورماسيون هذا هو الفرق الفرق بين اللاعب المغربي ناقصه لا فورماسيون صراحه ناقصه ما نكذبوش يعني كنطلق كنتفرجوا البطوله المغربيه كاين اخطاء كارثيه اسي حمزه راه لاعب لاعب هو مشروع ديال الفريق كيكون واحد مشروع كي ماشي الفريق كيكون مسؤول عليه المحيط كامل ديالو الدار ديالو عائلته اصدقاء ديالو وعاد اللي مدورين به علاش كاين بعض اللاعبين في المغرب كيكونوا لاعبين في مستوى ولكن الفكر ديالو مناقص علاش حيت المحيط ديالو ما تكونش ما جبرش يكون يعطيه النصائح يكون في مستوى عالي يعني ماشي الفارق حيت اللاعب كيكون واحد مشروع ديال المدينه مثلا جميع كيعاونوا جميع كيكون حداه لا من عائلته لا في الماكله في التغذيه لا في النعاس ديالو ولا في كل شيء ديالو خصو يكون متابع هذا كيكون عنده واحد المسؤوليه حنايا المغرب ماشي مسؤوليه الا عيب في العشيه يقدر يمشي يشيش ولا يمشي مع صحابه كيكون مع الفريق كونسونطراسيون اوكي جوج ساعات لونطريمون ومراعاه وهادي هو يمشي للدار شوف شني عادي ياكل وصحابه فين عايمشي معاهم هذاك الشيء كامل ما كيكونش واحد بيرسوناليتي واحد شخصيه قويه وثقافه كرويه باش يمشي بعيد هادو هما الاخطاء في المغرب علاش الدراري ديال اكاديمي محمد السادس مع مرات كيتوفقوا بعض اللاعبين كيبقاو عايشين تما عقليه بحال اللي كنقولوا عقليه احترافيه 100% ما كيدوروش به الناس يعني كيبقى في وسط السونتر اما في ديال لاعبين اخرين كاين اتصالات مع صحابه مع القهوه مع شي ناس ما كيبقاش يلاعب مكونسونطري في المستقبل ديالو يقدر يضيع هادو هما الحويجات اللي كخص وعاد الصراحه لا فورماسيون ما كاينش متابعه ما كاينش متابعه علاش كنشوفوا حنا اللاعبين ما كتشوف اللاعب ناقص شي حويجه كاين مستوى في البطوله ولا مازال ما كاينش بطوله مغربيه كتتكلم لي على بطوله مغربيه بالنسبه لي كنشوف انا فين ماشي المغرب في مستوى ناقص حيت ناقص حيت دابا كنشوفوا حنايا اللي كان كيتيري بطوله مغربيه هي الرجاء والوداد دابا الرجاء والوداد ما كتخرجش لعابه اذا شفنا بركه كنجبروا واحد ثلاثه اللاعبين اجانب هما اللي مهزين الفرقه يعني كلاعبين محليين عندنا النقص انا كنشوفها هبدا وهذا الشيء باش يجيب من التكوين شنو نرجعوا ودابا برايم دياز الولد كيشاهد مشى ايطاليا مع المينال عمل واحد موسم كبير كبير بزاف وكنت كنتبع له مباراه ديالو مع ميلان عمل واحد السنة كبيرة مع الميلان وهذيك هي اللي عطاتو الثقة وعطاتو القيمة وبيرسوناليتي باش رجع لمدريد ودابا من أحسن اللاعبين اللي كيتواجدوا في العالم وعادي منتخب إسباني باغي يلعب معاه ومنتخب مغربي كيبقى الآراء كيبقى قرار ديالو كان انا بالنسبه لي اللي اختار ماري ولا اسبانيا بالنسبه لي اللي كنحترم القرار ديالو ماشي سهل انا اتمنى يكون مع المغرب
ولكن القرار ديالهم ما غيكونش سهل، غيكونوا الضغوط عليهم اسبانيا باش يستمر مع ريال مدريد ويستمر في 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 النيفو عالي مع مدريد ويبقى مع منتخب اسباني، غيكون الضغط عليه. ونتمنوا من الله في الاخر يقبل دعوة. دابا الحالة ابراهيم دياز ماشي فحال زرزولي ولا الحدادي عدبانو وكل شيء كيجري عليهم غير باش يخافوا عندك يرجعوا ستار ويغلطوا. دابا ابراهيم دياز ديزا ستار دابا ماشي عدبان، راه مسال ميلار وتا عم خيار يعني يرجع مشروع ديال مدريد دابا مشروع. هنايا كيدخلوا بزاف ديال الحسابات مع مدريد، ومدريد غيضغطوا عليه والاسبان غيضغطوا عليه. انا قلت لك علاش، اذا بغيتي تبقى مع مدريد وهادي خصك تختار اسبانيا. اذا مشيتي مثلا المغرب غنعملوا لك واحد عراقيل باسم هادشي عادي في كرة قدم، هادشي هذا عادي في كرة قدم. ولكن حنايا حنايا سي نوردي اسمح لي، حنا ما بقاوش نتسناو اللاعبين اللي خلقين على برا يتكونوا ونديوهم. حنايا باغيين بطولة مغربية تكون في مستوى، ويكون ديكشي اللي في التكوين يكون في مستوى باش يعطيونا لاعبين ويعطيونا بطولة، وديك اللاعبين يقدروا يمشيو يديو كأس إفريقيا، وديك اللاعبين نخلطوهم مع اللاعب أوروبا. ما بقاوش نتسناو حنايا، دابا جاتنا سهلة، كنلقى واحد المنتوج ساهل واجد راه ماشي طريق، هذه ماشي طريق. انا اقولها ماشي طريق، ربما الطريق هذه اللي ربما ضعفت بطولات المغرب، يمكن تكون ضعفت بطولات المغرب، لعابه ما بقاوش عندهم امكانيات يلعبوا بمنتخب ارجح ضعيفه. ولكن بطولة ما كيعملوا شي واحد مجهود، كنشوفوا بطولة ما تما والو. الطريقه نقدر نقول واحد الحاجه كتمشي معايا كلاعب، ولكن ما نخرجش ناكل الساندويج ومايونيز وبطاطا والفريت والشيشه وعمل هادي كان انت فحال اللي قلتي، غادي ناكل واحد ماكله كتمشي مع التغذية ديال الرياضة وتكون مكونترولي، ونكون أنا كنكونترولي نفسي فحال اللي كيعمل رونالدو كيمشي يجري وعندو الطبيب ديالو كيعطي الأسبوع ديال التغذية ديالو تكون رياضية كتمشي مع الجسم ديالو وكيتبع باغي يوصل. وبعد فوزي زمان واحد تحية للوكي غادي مساواة وهادو مرات قلالين اللي خلاوه يخدم رغم الامكانيات ما كايناش، وعنده واحد باجاج كبير في العمل، عنده امكانيات كبيره رغم امكانيات ماديه نقدر نقول لك زيرو. وهذا الشيء هذا شفتو هذا الفيديو بان الناس كيعطيوهم في نيباتو كيعطيوهم كيتعاونوا معاهم محبين ديال وجده. وهذا الفلاش هذا اللي وقع مع ما كنظنش صحفي يتهاجم على فريق وجدي ماشي محقه يهاجم عليه بديك الطريقه، وجمال عاود جاوبه بطريقه عقلانيه، حيت في الساعه اللي كيكون الفريق عنده مشاكل خصو شكون يوقف بجنبه شكون يعاونه، حيث فارق بدون مادة. وجمال رغم هذه الصعوبات راه عمل واحد العمل كبير خصوصا نفسي، يعني بتكون لاعب ومادة ما كيناشي وتخليهم كونسنتري والدراري صغار شبان، دراري كاملي صغار شبان، يعني عمل واحد العمل كبير جدا. هو هذه كاس إفريقيا عطاتنا دروس كثيرة، عطاتنا دروس كثيرة بزاف،
ومن هنا الدرس هذا، درس اللاعب سيباستيان هالر والدرس ديال كوت ديفوار. علاش انا قلت لك ديك النهار كنا كنهضروا لك دابا كوت ديفوار غنشوفوها بواحد كوت ديفوار اخر ماشي اللي شفناه في الاول، حيت فارق معنويا بحال اللي كنقولوا تشارجا 2000%. يعني قوي نفسيا، كانت قويه كوت ديفوار. والمدرب علاش كنقولوا دائما في المنتخب خصو يكون مدرب دلوات دبلد باش كيعرف يشحنهم يشارجيهم بالوطنيه، اما الاجنبي ما يعرفش يوصل ديك ميساج اللاعبين. هذاك مدرب ديال كوت ديفوار عرف كيفاش يشارجيهم، يعطيهم ديك الروح الوطنيه اللي عطات، وخصوصا واحد ديفونسور سنترال اللي كان بدلو كان عملو مشاكل، وكيسي اللي دخل وسيباستيان خصوصا الهدف ديال الانتصار بالكأس كان رائع، وعمل شي يعني سدير شي اهداف في مستوى. هذا اللاعب هذا راه عطى درس للجميع بان كان تا هو كان مات بمرض خطير، وربي بحال اللي كنقولوا عطاه فرصه اخرى وعطى واحد الانتصار لكوت ديفوار. كوت ديفوار كتينا درس اخر في كره القدم، لان عمرك ما تقول تفقد الامل، دائما الامل كاين. تن اخر نقطه، هما كيستحقوا كيفاش رجعوا كيستحقوا بحال اللي كنقولوا هنيئا لكوت ديفوار بهاد الروح القتاليه ديالها والجمهور ديالها والاستضافه اللي كانت من احسن كاس افريقيا اللي جازت حد الان. وعارف اذا كان الحوار مباشر عادي غيدخلوا مشاكل، حيت هو صراحه الساعه اللي جا المونديال كان عليه يسير الطريق ديالو بلا ما يدخل في الصراعات مع الصحافه. صراحه دخل عمل صراعات مع الصحافه، والصحافه بحال اللي كنقولوا كانت كتسنى الفرصه، وجات الفرصه وردوا عليه عادي. هادشي في كره قدم عادي. هو خصو يكون قوي نفسيا باش في مستقبلا نشوفوا واش استفد واش شاهد واش غادي يعطي لنا شي حويجات في مستوى اللي ما عطاهمش في كاس افريقيا. هادشي اللي كنتسناو منه حنايا. فعلا بحال اللي قلت لك شرفونا في كاس العالم وصفقنا لهم، وفي هاد كاس افريقيا ما كانوش في مستوى عادي. عادي نتكلموا، ماشي كنكريتيكيو حنايا احسن منه ولا شي حاجه، بالعكس كان هذيك الحب للوطن وهذا كنتكلموا وكنعطيو الراي ديالنا متواضع. يعني حنايا دابا هو غلط في كاس افريقيا، نتمنى بحال اللي قلت يصحح الاخطاء ديالو ويشاهد، حيت شفنا بان في كاس افريقيا بحال اللي ما شاهدش، بقى ناعس، بقى ديك بقى ناعس عاد بحال اللي ياخو كان ناعس وفاق ومشى يلعب ديك الدراري اللي لعب بهم في المونديال. يعني ما شفناش التغير، ما شفنا والو، اللي مضروب ملاعب ما فهمنا والو. سي نور الدين، شي واحد كيكون فقد الذاكره مثلا، شي واحد فقد الذاكره بشي ضربه حتى كضربو مره ثانيه عاد كيرجع الذاكره. دابا حنايا شفنا ديك اللاعبين كاملين مقصحين معطوبين، زعما اللاعبه ما كاينش، كانوا لاعبين كانوا. شفنا سيباري مزيان، امير مزيان، كعبي مزيان، كاين اللي كانوا خصو عيط لهم اخرين ما جاوش، يعني ما عملش واحد الشيء. وهادشي هذا حنا كنتكلموا على الله وعسى يفطن، حتى هذا منتخب مغربي ماشي منتخب ديال ديالو ولا شي واحد، منتخب ديال المغرب.
حنا كنا فرحانين وحنا باقين معاه. أنا سعمل حاجة كبيرة حال اللي قلت لك الحوايج اللي عمل هو ما تعملوا سي سنين وصلنا نصف النهائي وعد المشكل اللي أهم باش نسالب هو جمع المغاربة بطولة المغرب واللاعبين اللي في فرنسا واللاعبين في هولندا. كان الصراع بيناته قبل نهار اللي جاء كوتش الركراكي ما بقاش هذا المشكل. كنا كنعاني من حوايج مزيان كنصفقوا عليه ولكن دابا من الاخطاء حنايا معاه وان شاء الله ضروري مع الطاقم التقني ديالو وهذا غنشوفوا الركراكي ان شاء الله مستقبلا مغيرا كنطلبوا الله تعالى بارك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سي نوردين، شكرا لك.